احنا مش بنتخطب اصحاب لا ايام الجامعه لا 99 الجامعه هشام بقى وقتها كان في الجامعه بقى والشاب الوسيم جدا والبنات كانت بتجري وراه بقى وحاجه ايه اقرب موقف حصل لنا مع بعض فرح واحد صاحبنا فاتنين اصحابنا اتخانقوا في البوفيه منهم عادل عشوب فاحنا الفرح انتهى ان احنا نص الناس بتحتفل بالعريس ونص الناس بجد في مذبحه حاصله تحت وضرب وازاز بتتكسر والاكل بيتشقلب ومش عايزين العريس يعرف في الفرح فعادل كان واحد منهم في برضه فيديو اعلان ودي من المواقف اللذيذه جدا لاصحابنا حد دمه لذيذ جدا بيعمل كوميكس استلم الفيديو هو الفيديو اصلا كان عباره كان الشباب دول واقفين صف ورا بعض فبيقول لك شباب اني كلهم بيقولوا هي ويبصوا شمال وبعدين ايه يجيبوا مقطع وشباب اني الراجل اللي بيتريا جابوا الشم هي انا كنت معاهم في الاعلان ده والحمد لله لا خالص المخرج طلع كرافتتي بس انا محدش يعرفه اغرب واحلى قصه ضحكتني على عادل واحد بيشتغل معايا باعت حاجه لا سمحك يوصلها لعادل قال لي في حد من عندي هيجيب لك السيديهيه الجديده بتاعته الواد نفسه يمثل فهشام قال له انا هكتشفك المهم الراجل جالي اداني السيديهيه على الباب شكرا يا حبيبي انا هقفل فراح سد الباب وراح مسك قلبه قلت له مالك يا ابني في ايه؟ معلش بس اخدته ودخلته البيت قعدته على الكرسي جبت له ميه اليوم الاسود ده فاكلم هشام انا اكلم انت كويس يا ابني مالك بتاع لي لا قصدي قلبي عندي ازمه قلبيه وطلعت على رجلي قلت له ما تدخلش على الاسانسير ليه يخرب بيت سنينك بقى مش فاهم انا وبعدين قال لي حضرتك انا اسف ايه رايك في تمثيلي؟ قلت له الراجل بيمثل عليا طرد طرد لا يعني قصدي ما تهرجش حاجه زي كده يعني انا مش فاهم انت ازاي وصل بيك الجنان تيجي تعمل عندك ازمه قلبيه عندي في البيت وبتقع وانا مش انا ما بين ان انا لا وانا ما بين ان انا عايز ازعق للراجل وطبعا مسخسخ على التليفون قلت له برافو مش يعني قال ما اعرفش انت لسه بيشتغل معاك ولا معاك وجربته ما ينفعش في التمثيل الحاجه لو اتقالت لك عليا مش هتصدقها شتمت حد بس او اتخانقت بالايد دي من رابع المستحيلات انت بارد انت جميل انت هادي حاجه قلتها لك وطلعت غلط ده حاجه ده العادي طب ايه الحاجه لو قلت لك عليها مش هتصدقها هتصدق كل حاجه انا عارف ده لا خالص والله ان انت مثلا في مجالنا مثلا نصبت على حد او حاجه ايه اول حاجه بتاكله على الفطار خشاف لازم استفتح بالكشاف عادل بيعمل احلى عزومه بقاله ايه انا 15 سنه كده. يعني هي في جروب على واتساب اسمه المذبحه ده بجد هو بيجيب الناس شلتنا هي هو من احلى ايام السنه والله فتة والحمام المحشي بعزم رجاله بس ما بعزمش مراتهم حتى يعني لان ما ينفعوش ياكلوا لا هي بتبقى مصارعه خناقه وبسميها مذبحه تبقى احلى يوم في السنه طب انت بقول لك ايه حاجه مستحيل اكلها في على الفطار بتنجان ما تحطش البتنجان جنبي شخصيتك يعني شخصيتك بتتحجج بايه لما تعوز تخلع من عزومه لا دي انت بقى فيها معلم ده انت عندك مليون سبب دي لا شغل او عزومه تانية طب اكتر حاجه بتضايقك في العزومات ان انا لسه بفطر وبكسر صيامي وحد ماسك ودني بيه ايه الاخبار عامل ايه ايه بقى الجديد طب استنى يا معلم افطر خمس دقايق خلص وبعدين تعال نتكلم باكل واخد جنب اكل اشبع نفسي وبعدين بقى براحتي احلي معاهم اتكلم لكن في ناس بقى بييجوا بالطبق جنبك اللي هو ايه ها ايه عادل الاخبار احكي لي كده انا شفتك في الفيسبوك فيلمك الجديد ايه اللي هو الفيلم الجديد يعني عارف اللي هو تمام انا بسيبه بمشي وبخلع منه ده اكتر حاجه بتستفزني يعني رمضان كويز اذكر ثلاث مسلسلات قام بغناء تتراها علي الحجار ايام طبعا عمر الشريعي مساله مبدا طبعا بوابه الحلواني اول نسخه مصريه من برامج المقالب برامج المقالب مين عملها وامتى فؤاد المهندس طبعا كاميرا خفيه الله يرحمه اذكر اسماء ثلاث مسلسلات الفنان يحيى الفخراني تم طرحهم في رمضان انا في دي من ايام الليالي الحلميه لان كان اول مسلسل نزل مع اسماعيل عبد الحافظ من سنه 86 الليل واخره اخرج الفنان العظيم رواب حسين حمد عز طبعا الشيخ عرب همام طيب اذكر ثلاث اسماء برامج مقالب في رمضان كاميرا خفيه اديني عقلك برنامج حسين الامام كان اسمه ايه يا حبيبي الله يرحمه حسين في الكاميرا حسين لا حسين على الهوا صح رمضانك ازيك عادل باشا بتتفرج على ايه السنه دي تابعت الاختيار شويه ايه اكتر اعلان عجبتك الموسيقى والاغنيه اللي فيه
كلهم اولادي طبعا. عجبني اغنيه اسر حلوه. طب سؤال تاني، بتشتغل افضل قبل الفطار ولا بعده؟ لا بشتغل قبل الفطار لو حاجات لازم اخلصها، بس ابداعيا بعد الفطار طبعا. قبل الفطار ممكن اعطى يعني هبقى عطل واقف كده فاهم، جاهزين قدام بعض. شكرا يا مصطفى. لازم نمنتج ده بجد على فكره، منتج يعني الحته دي. لا هو ما تشكرش ان احنا هنمنتج الحته دي. احنا هنمنتج الحته دي. لا احنا هنمنتج طبعا صح كده.